دار الهجرة، الإمام العظيم رضي الله عنه، له كتاب اسمه الموطأ، ظل يكتب فيه عشرات السنين، يفحص كما نقول ويمحص ويدقق وينقح ويدرس الكتاب ويقرأه التلاميذ عليه عشرات السنين. الخليفة أبو جعفر المنصور أراد الإمام مالك أن يكتب منه عدة نسخ حتى يرسله إلى الأمصار، إلى أقطار العالم الإسلامي، يكون ده كأنه يعني الماستر بوك هو ده يعني. فالإمام مالك لا، رفض. بالمناسبة كان عندنا طول التاريخ الإسلامي علماء يقولون لا، طول التاريخ الإسلامي كان هناك أئمة علماء يقولون لا لمن حكم ولمن يحكم. فقال له لا، لا يا أمير المؤمنين. لماذا؟ قال لأن الناس قد سمعوا روايات واجتمعت عندهم أحاديث، وكل واحد أخذ بما عنده، ورد الناس إلى هذا أمر شديد، فدع الناس وما عندهم وما عملوا به يا أمير المؤمنين. الله أكبر. الإمام مالك يقول له كل واحد عنده إمام وأخذ بأحاديث وبروايات، وإن إحنا نجبر العالم الإسلامي كله على إنه يتبع كتاب واحد، كتاب بشري واحد، هذا أمر يعني مش ممكن. كان الإمام مالك من الأولى يعني باللوجيك كما نقول، يقول أنا كتابي سوف يكون هو يعني الكتاب في العالم الإسلامي، ولا أنا موافقه. لكن هذا إمام عالم، علم يعلم أن الاختلاف هذا أمر كوني وطبيعة كونية، وأنه درس الفقه، والذي يدرس الفقه يعلم أن هناك رأي ورأي آخر. الأمر مش دمة، مش كلا أو لا، هذا لم يحصل أبدا. لذلك عندنا مثلا سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، والله يقول ما سرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا. ما كنتش هبقى مبسوط أبدا لو أن أصحاب النبي لم يختلفوا. ما سرني أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا. وواحد اسمه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، هذا من أئمة المدينة، يقول لك اختلاف الصحابة رحمة للعباد. اختلاف الصحابة، مش اختلاف الصحابة، الاختلاف الذي يؤدي إلى الخلاف، الذي يؤدي إلى التنازع، هذا لا نأخذ به، عصمنا الله منه. ولكن الاختلاف كما قلنا الذي هو اختلاف تنوع وتمايز، واختلاف بناء، واختلاف مستند على دليل شرعي من القرآن والسنة، اختلاف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعباد. والإمام يحيى بن سعيد القطان يقول لك أهل العلم أهل توسعة، أهل العلم أهل توسعة، يوسعون على الناس أمور دينهم بالدليل الشرعي، أهل العلم أهل توسعة. والإمام سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه أيضا يدلي بدلوه، يقول إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، أما التشدد فكل أحد يحسنه. العلم عندنا هو الرخصة من ثقة. إحنا في أمريكا وأنا البنوك والمطاعم والأكل ورخصة، ولكن من ثقة، من ثقة يعني من إمام عالم. هكذا كان التابعون والفقهاء رضي الله عنهم يتحدثون، إنما العلم هو الرخصة من ثقة، أما التشدد فكل واحد يحسنه. حرام، بدعة، كل واحد يقول لي شيء حرام، هذا بدعة، فسق، قرون، فكل أحد يحسنه، إنما الرخصة المبنية على الدليل الشرعي، نؤكد مبنية على الدليل الشرعي، ليست مبنية على الهوى. فهذا هو العلم الحقيقي الذي يوسع على الناس ويجعل أمامهم الاختيارات واسعة، فالناس يعيشون في سعة لا يعيشون في ضيق.
وسعوا على إخوانكم يا عباد الله. اطلعوا قدام شوية إن شاء الله. أيها الأحباب الكرام، الاختلاف إذن سنة كونية كما قلنا. الاختلاف موجود، كائن، متحقق، سواء رضينا أو لم نرضى. والإنسان الذي يريد أن يفرض على الناس رأياً واحداً أو فكرة واحدة هو إنسان واهم، بل أقول إنه إنسان غير عاقل. حتى ولو كان هذا الأمر والإسلام الذي هو الدين الحق، لأن ربنا سبحانه وتعالى خاطب نبيه وقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وخاطب نبيه وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وفي آيات القرآن الكريم: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعقلون، لا يفقهون. فهذا الأمر لا بد أن يكون واضحا أمامنا يا عباد الله. سنة كونية موجودة متحققة، سواء بإرادتنا أو قصرا عنا. من يريد أن يجبر الناس على فكرة أو رأي أو حتى دين واحد، مش ممكن هذا الأمر. إنما غاية ما هنالك، نحن ندعو إلى دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة وبالحسنى. ومن اتبع الدين فأهلا وسهلا، ومن لم يتبع فحسابه على الله. أنا أدعو الناس وأنصح الناس إلى الخلق القويم بالتي أحسن لا بالتي هي أخشن، ثم بعد ذلك حسابهم على الله. إذا لم يؤمنوا وإذا لم يتبعوا، فأنا عندي هذا الميراث من الآيات القرآنية التي تقول لي: يا عبد الله هون عليك نفسك، هون عليك نفسك. أخيرا وليس آخرا، عباد الله المؤمنين، كيف نستلهم من هذا الميراث شيئا إيجابيا في حياتنا؟ كيف من هذا العرض من هنا وهنالك، كيف نستلهم شيئا إيجابيا معكوسا على حياتنا؟ موضوعي إدارة الاختلاف. كيف ندير الاختلاف فيما بيننا؟ سؤال صعب، مؤلم، متشعب، لكن لا بد من الإجابة عنه. الكرام إذا اختلفوا لا يتحرش أحد بأحد. قال سيدي رسول الله: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينه. الكرام إذا اختلفوا لا يظلم أحد أحدا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. لا يسلمه إلى عدوه لكي يقتله أو يؤذيه. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الكرام إذا اختلفوا لا يشوه أحدهم صورة أخيه، ولا يسعى بالوقيعة بينه وبين إخوانه. هذا ليس فعل الكرام يا عباد الله. وهذا كما قلت موضوع متشعب وذو شجون. ولذلك فنحن نحذر ونحذر دائما من هؤلاء الناس الذين لا يزنون الأمور بميزان قسط وبميزان دقيق، لا يزنون القضايا بميزان متوازن. الاختلاف عندهم يساوي كذا، لا، هؤلاء الاختلاف بالنسبة لهم نار جهنم. الاختلاف بالنسبة لهم عداوة مستحكمة. الاختلاف بالنسبة الاختلاف معهم هو مدرسة من الشتائم. الاختلاف بالنسبة لهم أو معهم أمر لا يطاق. نحذر ونحذر من هؤلاء الناس، لأن المنافق هو الذي إذا خاصم فجر. أما المؤمن الكريم فإذا اختلف
فإنه يعطي لكل قضية ميزانها، ويضع كل شيء في إطاره لا يبالغ، إذا اختلف لا يبالغ، وحتى إذا أحب هو لا يبالغ. إنما الإنسان الذي على الفور إذا اختلفت معه ينسب المضادات الأرضية والكلام، وهذا إنسان لئيم. والإمام محمد الباقر رضي الله عنه يقول: سلاح اللئام قبيح الكلام. الإنسان اللئيم سلاحه دائما هو قبيح الكلام، سلاح اللئام قبيح الكلام. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الكرام، وأن يجعلنا من هؤلاء الذين يحسنون كيف يختلفون فيما بينهم، وإذا اختلفوا لا تختلف قلوبهم يا رب العالمين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.